حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. من أرض الحرمين شاهدت البلاغة السماوية الأولى، والتي صدرت من خلال حرف قريش الجمال الذي سكن لغة الضاد ولا زال يسكنها حتى هذا اليوم وأبد الدهر ومد الدهور والشهور. من الديار المقدسة من المملكة العربية السعودية معنا من هناك عبر الإنترنت شاعر بيت القصيد لهذه الحلقة، معنا الدكتور عبد الله الخضير. حيا الله دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. يا مرحبا، يا مرحبا بك أستاذ مصطفى، أنا المحظوظ باللقاء بكم عبر قناة الرافدين وعبر فضاءات الشعر. والله يا صديقي إحنا الأوفر حظا. حبيبي والله أستاذ مصطفى، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة على المشاهدين والمستمعين. أكيد أكيد لا شك يعني. بإذن الله دكتور عبد الله. دكتور، يعني في البداية وقبل الذهاب إلى النقاش وقبل الذهاب إلى قصائدك الجميلة، يعني بدقيقة أو دقيقتين بما تحب من معلومات تقدم نفسك للجمهور العراقي والعربي ويسعدنا ذلك، سيرة ذاتية قصيرة أدبية أو عامة من الدكتور عبد الله الخضير إلى جمهور الرافدين بشكل عام، تفضل. عبد الله بن علي الخضير من مواليد محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، طبعا هي من محافظات المنطقة الشرقية من مدينة المبرز. حاصل على درجة الدكتوراه في دكتوراه الفلسفة في الأدب والنقد من جامعة الملك فيصل بالأحساء. جميل. مهتم بالشأن الثقافي والمعرفي والفلسفي، طبعا أتشرف أنني دائما أقدم نفسي بأنني عضو النادي الأدبي الثقافي بالأحساء، ولي خمس مجموعات شعرية هي مطبوعة، وهناك مجموعة أخرى إن شاء الله قريبة الإصدار كذلك يكون هو الديوان السادس، ولي كذلك إنتاج في السرد أخير، رحلتي جدا إلى جزر القمر، غربة بطعم كرتالة. كرتالة هو رمز جزر القمر، الجبل الذي مليء بالبراكين يعني. فصدرت هذه في 2021 يعني من شهرين أو ثلاثة تقريبا. هذا تقريبا أبرز ما يعني عظيم أقوله جداً عن نفسي. والإنسان الحقيقة يقدم نفسه بالمحتوى والمنتج يعني أكثر ما يكون يتحدث عن سيرة ذاتية. أعتقد أنني يعني سعيد جدا بلقاء جمهوري في العراق وكذلك في الوطن العربي جميعا. ونحن نسعد بسماعك واستضافتك دكتور عبد الله، وكذلك نعتز بمختلف شعراء الخليج العربي، فهم جزء من مسيرة الضاد الممتدة في ضمير أبناء الأمة الواعين الذين يسعون إلى تخليق الوعي في نفوس أبناء مجتمعاتهم وصولا إلى ريادة حقيقية. قبل الذهاب إلى نقاش من نوع مختلف هذه المرة، سنبدأ بأبيات معينة من مختاراتك، ولك أن تختارها من أي دواوينك شئت. إلى أولى الأبيات أو القصائد التي تود افتتاح هذه الحلقة من بيت القصيد بها دكتور عبد الله، تفضل. أولا أنني حينما أكون مع شاعر كبير وجميل كالأستاذ مصطفى. لا والله أنت الشاعر المميز والجميل جدا، وهذه الحلقة لك بطولها وعرضها، فأنت ملك هذه الحلقة. الله يخليك أستاذ مصطفى، تفضل يا دكتور. شكرا لك صديقي. الحقيقة يعني دائما أنا أحب أن أبدأ برباعية، تفضل. دائما يعني أشعر فيها يعني أريحية وراح أقول أن تلفت رق الشعر والوجد، ما للمشاعر من إطلاقها بد، كأنني البحر يشقى في صبابته، سيعلم الجزر ما يشقى به المد، كأنني الغيم في تكوينه ألق، لن يعشق الغيم إلا من به رعد. الله. كأنني لحن موال تعهدني بالذكريات وغنت للمدى هندو. جميل. وغنت للمدى هندو. أعتقد أنني دائما أحب أستاذ مصطفى أن أبدأ بهذه الرباعية. الآن خذنا إلى القصيدة. إلى القصيدة تفضل. طيب.
أولا أبدأ يعني، أو هذه القصيدة هي إلى العراق وإلى شعراء العراق وإلى الرمز العراقي نازك الملائكة. هذه إهداء مني جميل. إلى أصدقائي وإخواني وأحبابي في تفضل دكتور العراق عبد الله. وإلى قناة الرافدين. أقول بنص: عدت إلى بغداد ذات خريف، إلى نازك الملائكة الشاعرة التي منحتنا أجواء ملائكية في حركة الشعر ودورانه. أحسنت. ألقاني اليم إذ في اليم أسرار، به تحركت الأنواء والنار والسندباد، غريب تاه في يده حبل الشراع وكم خانته أقدار. وللبحار حكايا كنت أحسبها باب المجرة، والأمواج زوار، أتذكر الموج إذ لا موج يجمعنا، بعض الأحاسيس للأمواج تيار. الله. لهفي على رقة الأشعار تعزفني نحو الخليل، فهل للعزف تذكار؟ اي والله. من رافق الشعر في إعلان ثورته حتى تسامى ونبض الشعر إعصار؟ هل في الحداثة تنوير وفلسفة، أم في الحداثة تعقيد وإصرار؟ هل في الحداثة إخماد ومنغلق، أم في الحداثة أضواء وأنوار دلت عليها شظايا في توهجها، وفي الرماد سيحلو الآن إبحار؟ عظيم. يا سائلي عن وجودي في تمثله، الليل والبحر والشطآن والدار، غنت بها نازك في سفر عزلتها حتى ارتقينا ونحن اليوم أحرار. الموت غطى بلاد النيل، فانتفضت بنت العراق ودام الأهل والجار. يا الله. وتشهد الكوليرا أن الزمان هنا، وكم توالت على الأوطان أخبار، صاغت على نهجها شعرا وقافية، ما عاد في الشعر أسوار وأحجار. أم البراق تجلت في كواكبها، فثارت الأرض والأنواء والنار، فثارت الأرض والأنواء والنار. أنعم بها من ثورة دكتور عبد الله الحبيب جدا، لا فض فوك ولا عاش شانئوك. ما شاء الله عليك يا دكتور، يعني ربما هذه القصيدة التي تلتحم بالشعور الوجداني لآلاف إن لم يكن لمئات الآلاف من أبناء جرحنا الواحد الممتد على طول الخريطة الواحدة في الأمة الواحدة، ربما هذا يقودنا إلى النقاش من نوع آخر دكتور عبد الله. يعني باعتقادك، ما الذي يبحث عنه الجمهور المثقف في واقعنا المعاصر الحالي، لا سيما في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرة التقنية كما تعلم؟ تفضل دكتور عبد الله. في رأيي أن المثقف يعني بصفته فاعلا اجتماعيا. المثقف منتج للمعرفة، المثقف لديه محتوى. أكيد. فهو يريد من هذه الهيمنة تحقيق ما يصبو إليه من جوانب. مثلا أولا الاستفادة من هذه التقنية، سرعة الوصول إلى المثقف، يريد أن يسمع، يريد أن يقرأ. كل هذه التقنيات وجدت على فكرة أستاذ مصطفى والجمهور الكريم، المثقف خصوصا يريد من يسمعه ويريد أن يسمع صوته للآخر. لو أتينا إلى التاريخ القديم، لا أقول للتاريخ القديم، نحن لدينا هنا لو أخذناها يعني المحلية قبل هذه وسائل التواصل، كانت لدينا هناك المثقف يعني يريد أن يتواجد، فكانت لدينا هنا في الإحساء مثلا مجالس أدبية يأتي إليها المثقف ويشتاق إليها، فيذهب يوم الأحد، هناك أحدية كذا وسبتية صالونات دورية، أجل صالونات دورية، هذه الصالونات الدورية المثقف يدفع نفسه إليها.
متشوق أن يسمع. نعم. وأن يسمع. صحيح. ولذلك فما بالك الآن حينما نقول بأن هذا الفيسبوك وهذا التويتر وهذه الوسائل وإنستغرام وقناة. نعم. واليوتيوب وغيرها مساحات واسعة مساحات واسعة وفضاءات واسعة، كلها سخرت من أجل هذا الإنسان الذي يحمل منتجا معرفيا ويحمل محتوى جاد يجعل من هذا المثقف يجعل من هذا المثقف يأتي إليه ويقبل عليه. الحقيقة هناك يعني قرأت رأي لبرتو إيكو الإيطالي أنه له جانب آخر في هذا البعد، وهو أنه يقول أصبح يعني هو لا يميل إلى هذه التقنيات لأنها يقول هو غزو، هذا رأيه، غزو البلهاء، أو بأنه أصبح الذي لا يتحدث أو الذين كنا لا نسمعهم كانوا في البارات لا نسمعهم أصبحوا يأخذون منصات يعتلوها فيتحدثوا بما نحن لم نسمع لهم من قبل. وهذا قد نتفق وقد نختلف مع إمبرتو إيكو، ولكن أعتقد بأن هذه وسائل التقنية الحديثة خدمت المثقف، خدمت المتلقي، خدمت في الجمهور المثقف. لا شك في ذلك. نعم دكتور عبد الله، الآن إلى عينة جديدة من الشعر الفاعل والمؤثر والمحتوى الجاد، خذنا إلى قصيدة من نوع مختلف. نعم. ربما تفضل. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ أنت حر باختيار ما تحب. كما ذكرت لك أستاذ مصطفى، أنا لدي فضل. مقطوعات قصيرة خماسية بها ونعمت، لا بأس إلى إحدى مقطوعاتك. الآن أي نعم، لدي نص بعنوان الأسطقسات الأربعة. وأقول عقلي الذي ما زلت أعلمه، عقلي الذي ما زلت أعلمه مجددا، يعلو على الرائين معجمه، ما زال يفهمني على ثقة ما زلت بالتأويل أفهمه. قلت لك يا أستاذ مصطفى ما شاء الله أنت أن يحاورك شاعر، فيعني هذا أنا هنا محاور ولكنني أجاري الكلمة الجميلة لا أكثر، لأن جمالك لا يمكن إخفاؤه. تفضل من جديد دكتور. حبيبي من جديد تفضل. عقلي الذي ما زلت أعلمه يعلو على الرائين معجمه، ما زال يفهمني على ثقة ما زلت بالتأويل أفهمه، في كل معنى ألف شاردة كل المعاني البكر تلهمه، فالبئر ما نضبت وظل دمي يجري وناب الذئب يرسمه، يا الله، والنار ما خمدت وتسألني أترى سلامي سوف يؤلمه، والأرض لم تعبث بخاتمتي كل له في القبر مأتمه، كل له في القبر مأتمه. ما شاء الله عليك يا دكتور، ما شاء الله مبدع، ما شاء الله، كل له في الأرض الله يسعدك مأتمه، وعسى أن يكون بعد هذا المأتم ولادة محبة تفتح الأبواب المدهشة على حياة نستحق وتليق بنا كما نستحقها. دكتور عبد الله، الآن عودة إلى النقاش مجددا، باعتقادكم وانطلاقا من تجربتكم الخاصة، هل المتلقي اليوم يأسر الكاتب، أو بمعنى آخر هل الكاتب أسير المتلقي، أم أن التجربة الشعرية والأدبية تتجاوز فكرة من يسيطر على الآخر؟ في رأيي أن المتلقي أستاذ مصطفى والجمهور الكريم، المتلقي مشارك في عملية الإبداع. أحسن. ولذلك جاكيبسون يؤكد في نظريته التواصلية على أن يعني أن المتلقي، أن هناك ثلاثة أطراف، هناك المرسل وهناك الرسالة وهناك المرسل إليه. نعم. المستقبل، هذا المستقبل مشارك في العملية الإبداعية. أحسن. ولذلك نحن ننظر إلى المتلقي بجميع مستوياته، سواء كان مثقفا عاديا، مثقفا. نعم. ناقدا، شاعرا، نحن نأتي إلى هذا المتلقي باعتبار أن مثلا الزهاوي، ماذا قال الزهاوي؟ نظر إلى المتلقي نظرة
فلسفية، فقال إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. أحسنت. إذن هذا 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 المتلقي هو الذي يقيم. إذن المتلقي يقيم، المتلقي يحكم. ولذلك يقول أدونيس القارئ الحقيقي هو كالشاعر، القارئ الحقيقي هو كالشاعر. نعم. القارئ الجديد هو الذي يثير الأسئلة. أنت حينما يكون لديك نص سيكون هذا النص إذا كان منعزلا بينك وبينه فلن تجد هناك ما يحرك الراكد في هذا النص. المتلقي هو الذي يجعل من هذا النص حركة دورانية أو حركة بركانية. ولذلك حينما قال الدكتور صابر عبيد عنده في كتابه التأويل النص الشعري أكد على مسألة أن القصيدة الجيدة هي التي تكون في حدود المتلقي أو في حدود النص وحدود التلقي. نعم. لم يعزلها لوحدها أن يقول والله حد النص أو حد التلقي. ولذلك في رأيي أن المتلقي عامل مهم ومشترك في العملية. أحسنت دكتور. الإبداعية. طيب دعنا نعود إلى الشاعر مصطفى. الآن دكتور عبد الله ما رأيك؟ دعنا نعود في حوارنا وحديثنا إلى الشاعر، يعني باعتقادكم كيف يمكن لهذا الشاعر في ظل الحالة التي نعيشها اليوم، الحالة المعاصرة التي نمر بها كأمة عربية وإسلامية، كيف يمكن لهذا الشاعر أن يبقى متشبثا بمنظومة القيم والأخلاق في ظل الواقع الصعب الذي يعيش به؟ كيف يمكن للشاعر أن لا يباع ويشترى؟ نعم، أعتقد أن المبادئ والقيم هي يجب أن تكون لدى الشاعر. أحسن. المبادئ والقيم في ظل هذه الظروف، حتى لو رجعنا إلى العصر القديم والعصر الجاهلي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هناك التزام بمبادئ وقيم موجودة. نعم. العرب كانوا كذا وكانوا كذا، ولا يأتي شاعر عنترة أو غيره أو المعلقات إذا قرأناها إلا جميع هذه هناك قيم كلها غنية يعني بالقيم قيم. وتدعو إليها ولا تشبث بها. صحيح. ولذلك هذه أستاذ مصطفى هذه ميزة الإنسان العربي. الإنسان العربي مهما يكن من صراعات ومن خلافات تظل هناك قيم موجودة لديه. نعم. ويعني علينا أن نؤكد في هذه الصراعات على قيم السلام، على قيم الحب، على قيم المحبة والوئام. يوميا نسمع هذه الصراعات وهذه الخلافات وهذه النزاعات. إذا نحن بحاجة، حتى لو أنا بصفتي شاعرا وبصفتي كأستاذ مصطفى شاعر وكل الشعراء، أن نخرج تلك القيم حتى تكون لا تكون مضادة وإنما تدفع بتلك القيم التي تدعو للدم وعفوا لتلك المعاني التي الآن هي موجودة والصراعات والنزاعات، الدم والحروب والقتال. أنا بدوري يجب أن أشارك بالقيم الحسنة ونهدم الآفات السيئة ونهدم الآفات السيئة. نعم. نحن نعيش حالة من الـ نحن جميعا نحن بصفتنا مثقفين وشعراء. نعم. علينا أن نتواجد وألا ننزوي ولا شك. صحيح. ونخرج هذه القيم، التسامح، الحب، السلام، كل هذه مهمة. أحسنت دكتور عبدالله. وقبل كل شيء أستاذ مصطفى كل شيء والله نحن بصفتنا شعراء أو مثقفين لو قرأنا وكان القرآن الكريم والسنة النبوية هي المنهج الذي نستقي منه لخرجنا بالكثير من هذه القيم ووضعناها على الورق موزونة مقفاة بالشعر. لو أننا التزمنا كتاب الله وسنة نبيه لما استفحل في جسد هذه الأمة أي من الأمراض. دكتور أصبت الكبد بما جميل. قلت وبما تفضلت به، خذنا إلى شيء من مجموعة القيم التي تحدثت عنها نثراً، لكننا نريد الحديث شعرا هذه المرة، إلى مقطوعة جديدة من الشعر. تفضل. نعم. إلى مقطوعة شعرية جديدة بإذن الله أستاذ مصطفى. لدي نص بعنوان، ما عنوانه؟ فكرة أولى لقراءة الكف. تفضل. ما لي أغيب وهذا بعض تأويلي مما تراءى على وزن التفاعيل، وحدي هنا وسماء الحب خارطتي
وليس في الحب معنى غير تعليل. كم استعنت على همي بموال حتى بكيت على هم المواويل. يا الله، أخشى قراءة كفي، أخشى قراءة كفي في تعرجه، وما رأيت سوى وهم التفاصيل. مس الخلاص دمي إذ مسني وجلون يوحي إلي بصلصال التآويل. يا الله عظيم. ماذا أقول، ماذا أقول لعرافي إذا خمدت نار الغرام، ولم أحفل بقنديلي، ولم أحفل بقنديلي. والله من المؤكد أنك بعد هذا النص العظيم جدا ستحفل بأجمل القناديل وأدومها قدحا وزيتا. دكتور عبد الله، الآن سنذهب أنا وأنت إلى استراحة شعرية، من خلالها نتابع قصيدة لشاعر عراقي جميل، يعني طبع مؤخرا وأصدر ديوانه الجديد عشتار وجراح الأندلس، وهو جميل. الزميل في قناة الرافدين الأستاذ محمد انصيف. نتابع هذه القصيدة أنا وأنت والسادة المشاهدين، ومن ثم نعود إليك دكتور عبد الله. إذن مشاهدين الكرام، إلى عشتار وجراح الأندلس رفقة الزميل محمد انصيف، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، طاب مساءكم. ديوان عشتار وجراح الأندلس هو عنوان قصيدة من قصائد الديوان، واخترت عنوان القصيدة للديوان لأنها يعني تشتمل على كل المعاني التي أريد أن أقولها، معاني الحب والجراح والألم والانتماء العميق لهذه الأمة من الأندلس إلى حدود الصين، وحتى اكتفينا أنه ممكن أن تكون حدود الأمة من تطوان إلى رأس الخيمة ولم تحصل، والآن أصبحنا نحارب حتى على بلداننا الصغيرة للأسف. هذه القصيدة التي هي عشتار وجراح الأندلس والتي هي عنوان المجموعة، يعني أنا كتبتها في مرحلة الجامعة لطالبة كانت مميزة في الجامعة، فسألتني لماذا تدرس الإسبانية، فدار حوار بيننا، قلت لها لماذا أدرس الإسبانية وماذا تعني لي هذه اللغة وكيف تحملني إلى ذلك التاريخ الجميل والمحمل بالجراح والآلة. فسأبدأ بها بقصيدة عشتار وجراح الأندلس، وسأقرأ بعض يعني قصيدتين من هذه المجموعة حتى لا أثقل عليكم. أقول: تبختري واتركيني حاملا ألمي، تيه هوى واعلمي أن المرى قدمي. تبختري واتركيني حاملا ألمي، تيه هوى واعلمي أن المرى قدمي. تمايلي كبرياء والهوى ضرم يجر قلبي إلى دنيا من الضرم. هلي كسارية يا أعذب امرأة، راحت بقامتها تختال كالحلم. عيناك والشعر والأقراط تحملني إلى مدارات ليل طيب النسم، كشاطئ ونجوم الليل قد سقطت على مداه فذاب الضوء في الظلام. يا وجه عشتار، يا من فيك مختصر زهو الحضارات، إذ يمتد في القدم من بين عينيك فينوس، من بين عينيك فينوس قد انبعثت تخيط من شعرك الشلال قيد فمي. أجر بالقلب ملتاعا ومرتجفا إلى هواك فلا أجني سوى الندم. أستجمع الحب كي ألقاك ملهمتي، فأنتهي
في مدى عينيك كالحطام، فكلما جئت أروي ما يراودني تموت فوق شفاهي ثورة الكلم. ثم التقينا وبوح الحب يسكرنا، حديثها العذب يغري سحره نهمي. لا تسأليني، لا تسأليني لماذا أنت من شغفت قلبي، فوحدك من قد أججت حمامي. ولم تكوني هوى يأتي بلا وجع، فما يداني طموحاتي سوى القمم. ولا تشاغل وجداني سوى امرأة تهز روحي كسيل جارف عرمي. ولا ترق سهور، ولا تشاغل وجداني سوى امرأة تهز روحي كسيل جارف عرمي. ولا تروق زهور قد تغازلني بالعطر ما لم يشر. ولا تشاغل وجداني سوى امرأة تهز روحي كسيل جارف عرمي. ولا تروق زهور قد تغازلني بالعطر ما لم يجرح شوكها قدمي. قالت أفي لغة الإسبان منفعة، فاخترت لهجتها عن سائر الأمم. ماذا أجيبك يا حلم الفؤاد، وبي من الإجابة حزن يستبيح فمي. تشدني لغة الإسبان سيدتي، فجئت أبحث فيها ضيعة الحلم. روحي تفتش عن عشق يطوف بها على غرام ابن زيدون بشوق ضمي. أتيت والشوق للحمراء يصحبني، حمامة حملت في طوقها سقمي. أتيت والقلب عصفور يسابقني إلى الديار بعشق ذائب بدمي. أتيت يحملني التاريخ فيض أسى، أسائل الحرف عن غرناطة الألم. أستعلم اللغة ليذكى بها وجعي، فكل حرف يواري جرح منهزمي. وخلف كل سطير دمع نائحة، ما زال رغم ابتعاد الحادثات همي. ليت الخيول التي غابت بأندلس تطل من غابة الأحزان والغمم. تأتي فتشفي جراحا أصبحت قدرا فينا، على الدهر لم تهدأ ولم تنمي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام. إذن كانت هذه قصيدة عشتار وجراح الأندلس من الديوان الذي يحمل ذات عنوان القصيدة، وهو عشتار وجراح الأندلس، والذي أصدره الزميل محمد نصيف مؤخرا واحتفى به في المكتبة الوطنية الأردنية الهاشمية. مشاهدينا الكرام، مجددا إلى ضيفنا معنا من الإحساء، تحديدا من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من مدينة الإحساء، معنا الدكتور الشاعر عبد الله الخضير. مجددا دكتور، وإلى سؤال ربما كان ناريا نوعا ما، التضحية الكبرى من وجهة نظر الشاعر الدكتور عبد الله الخضير، ويرى أنه لابد على كل شاعر من خوضها، ما هي هذه التضحية الكبيرة بحسب ما ترى؟ أولا أستاذ مصطفى، يعني أريد أولا أن أبارك لأخي وصديقي الجميل الشاعر الكبير محمد نصيف، وأضم صوتي إلى صوتك وأصفق له في هذا، ولذلك لعلي أتناص معه. تفضل. نص لدي إذا سمحت قبل الإجابة على لك السؤال. ذلك ولو تفضل. لدي نص بعنوان عشتار وأسئلة السندباد. تفضل. فأقول: عجل الرحيل وسندبادي أجله، حتى أتى عند المحيط وأمله. يمتد نحو البحر يلقي زاده، ويؤوب يلتحف السماء المثقلة. الله. هي غربة المنفى
سيشعل نارها ليل المتاهة والقبور المهملة، متشرد عصفت به أقداره وبكت سفينته ضياع البوصنة. يا الله. حملت إليه الريح بعض نحيبها، أو ما تزال الأرض قيد الأنملة، عيناه تمرح في الحقول ولم تجد إلا أنينا يستغيث بسنبلة. ويشد أسلاك الفراق برحله والعابرات، عيونهن مكبلة عشتار تستبق الجراح، وهمها تضميد جرح في جبين الأرملة. الله. جلست على فينيس تغسل حزنها لتعود للماضي الجميل، مبللة قالت وتعرف ما يبوح به الصدى، إن التذاكر للرحيل مؤجلة. يا والله. طال الطريق وما دروا أني هنا حبلى تئن وبالعذاب مسربلة. الله. خفقت بقلب المتعبات فلا غنى عن سندباد يستعيد الأسئلة، فلا غنى عن سندباد يستعيد الأسئلة. والله لا غنى عن سندباد يستعيد الأسئلة، وأنا سأستعيد أسئلتي معك، ولكن بعد فاصل لابد منه. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم السادة المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيفنا من المملكة العربية السعودية، تحديدا من الإحساء، معنا الشاعر الدكتور عبد الله الخضير. حيا الله دكتور، والآن آن للسندباد أن يستعيد زمام الأسئلة. مجددا أعيد عليك تكرار السؤال يا دكتور، التضحية الكبرى من وجهة نظر الشاعر عبد الله الخضير التي لا بد أن يقدمها كل شاعر وهي فرض عين عليه، ما هي تلكما التضحية الكبرى من وجهة نظري؟ التضحية الكبرى سأقولها شعرا أستاذ مصطفى. لك ذلك. وجع التيار، والمتلقي سيؤول، المتلقي سيعرف هذه التضحية. نعم. لدي نص بعنوان وجع التيار، أقول سنمشي على جمر الحياة ونسأل متى تشرق الدنيا علينا فنثمل. أتيت وريث الشعر ألهو بحلمه، فيفضحني الحرف الحزين وأكمل. وعبر الصحاري الموحشات تمد لي رياح المنا في لغزها فأؤول. ظننت بأني الموت في سكراته، فكنت الذي أشقى به أتحمل. الله. وفي قرية الصغرى حقول مواجعي وحمى وقرآن وشيخ مناضل. أنا شجر الزيتون، عذقي سحابة أروى بطيب الأنبياء يغسل. أنا بردة أجري إلى ضيعتي إلى زهيرات أمي والزنابق تقتل. يا الله. أنا نخلة البرحي فوقي راية، وكنت سلاما والعراق يقبل. إيه. انا نبته البن، انا نبته البن، البن التي لا تنام لا تغني ومن حزن المدينه تذبل. انا وجع التيار، خلف نهايتي ضحايا لجلاد وطفل مكبل. ايا طفل هذه الارض عذرا، فإننا نراق وقتلانا قتيل
وقاتلوا. أيا طفل هذه الأرض قتيلا. أيا طفل هذه الأرض عذرا فإننا مجددا نراقوا. أيا طفل هذه الأرض عذرا فإننا نراقوا. وقتلانا قتيل وقاتلوا. وقتلانا قتيل وقاتلوا. يا الله ما أقساها من خاتمة، لكنها خاتمة تجسد حقيقة الواقع الذي نعيش به. دكتور عبد الله، الانحياز إلى الشعوب في ظل التقلبات التي نعيشها في منطقتنا العربية يكلف الشاعر الكثير بطبيعة الحال. باعتقادك هل هذا أمر يمكن أن يقفز عنه الشاعر، أم أنها مسألة مبدأ وموقف لا حياد عنه في تجربة الدكتور عبد الله الإخضر؟ تفضل. نعم، كما ذكرت كل هذا من الصراعات والخلافات وما إلى ذلك يحددها الجانب الإدراكي. نعم. الجانب العقلي، كيف يتعامل هذا الشاعر مع كل هذه المعطيات، إلى درجة أننا لا نريد أن نخسر هذا الشاعر. نعم، الحرية لا 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 تعني الحرية بأنني أتجاوز حدودا قد تودي بي أو أخسر أنا كذلك قيمي ومبادئي. علي أن أسير على منهج واحد في ظل العدالة وفي ظل الحق والذي حسن. أنا أطالبه، بحيث أنني لا أسيء. المشكلة أستاذ مصطفى والجمهور الكريم، هذه الإساءات الكبيرة من هنا وهناك بطريق الشعر، بطريق الرواية، بطريق القصة. ولذلك أنا أقول أن يعني يجب أن لا، يعني ماذا قال أدونيس؟ أدونيس يقول يعني ألا، يعني رأيه ألا يكون الشعر سياسيا مؤدلجا. نعم. نحن خلقنا بصفتنا شعراء أننا نبعث العدالة في هذا المجتمع، في هذه المجتمعات، وأن كذلك أن ننبذ الظلم، ولكن نكون إدراكيين وعقلانيين حتى لا يكون هناك تجاوز. نعم. أكبر، ويكون هناك فيه خطورة حتى. جميل. على الشعب. عودة إلى الذاتية. نعم. عودة إلى الذاتية مرة أخرى دكتور عبد الله، أكثر. نعم. أكثر ما يخيفك نعم. من فكرة أنك شاعر بصراحة. نعم. ما هو أكثر ما يخيفك في هذا الموضوع؟ أكثر ما يخيف هو أن يعني يكون الشاعر في لحظة من اللحظات الجمهور، الحقيقة الجمهور إما يقبلك أو يرفضك. يعني. نعم. أحيانا يعني تجد أنك تسير في خط قوي ولديك من المحتوى الجيد، ولكن الذي يخيفك هو أن يعني يحصل من هذا الجمهور أنه لا يقبل مثلا بما أنت تقوم فيه من رسائل. نعم. ثقافية ومعرفية وعلمية. أحيانا أنا الخوف لأستاذ مصطفى لا أجعله من الشاعر، الخوف هو على هذا الشعر. أحسن. ما يأتي من بعض الشعراء من تملق ومن تشدق ومن تصفيق ومن يعني مجاملة في غير محلها ومجاملات. إحنا أحسنت. ولذلك دائما الشعر يعطينا جانب من الطمأنينة، جانب من الـ أنا أقول يعني يجب أن لا يكون الشعر مطية، يجب أن لا يكون تسلية. أحسن. الشعر رسالة. الشعر رسالة. نعم. رسالة ومنهجية حياة نعبد من. نعم. خلالها الطريق نحو الحرية من أجل كل إيمان من يستحقونها وتستحقهم. نعم نعم. إيمان بالكلمة جديدة. أستاذ مصطفى إذا سمحت لي، إيمان. تفضل. بالكلمة. نعم. يجب أن نؤمن بالكلمة بصفتها. أكيد أكيد. أصلا لولا الإيمان بالكلمة لما كان للشاعر قيمة ولا لتجربته أي وجود. أحسنت. ويجب أن نؤمن بالشعر بصفته شهادة. أحسنت. إلى. نعم. قصيدة جديدة دكتور عبد الله، تفضل. نحن نتحدث عن الشعر، ولكن الحقيقة ما يعني تمنيت أن يكون موقفي من الشعر. تفضل. بقصيدة أقول فيها فانوس الشعر، بعنوان فانوس الشعر. نعم. أذكته نار الهوى. إيه. والماء والجسد، هل يا ترى لعنة الأضداد تتحد؟ أقام للعالم العلوي أحجية، ما فك لغز مداها ساحر مريد. تشكلت بيديه طينة ورؤى، والطين تسليه فوق العاجنين يده. أنثاه ترقص لا تمشي على عجل، وعند متكئ الغاوي ترتعد. يسير للبحر يلقى يونسا جذلا،
يتيه في البئر لا عون ولا سند. كأنه ومرايا الوحي تقرأه حزن النبوءة حين الوحي يضطهد، ويمسك الحبل إن ضاعت مشيمته وحين يطلقه ينأى ويبتعد. يا الله. إن جاءه المس قال الله أكرمني، لا يعرف المس إلا من به عقد. يطهر الروح من لوثات غربته، يمتد كالموج حتى يخرج الزبد. ما زال يسأل هل للشك تذكرة بها يسافر إن أمضى به الأمد. يصحو على نغم يغفو على قلق، يموسق الناي لا هم ولا كمد. هذا هو الشعر فانوس يؤججه زيت المجاز، وظل الشعر يتقد وظل الشعر يتقد. ما شاء الله عليك دكتور عبد الله، يعني موئل الدهشة وموطن الإبداع أنت، لا فضة فوك. وأرجو أن تكون هذه رسالة من شخص يغبطك لا غير ذلك، وهي كذلك وأنا بما أقول زعيم. دكتور عبد الله، رسالة لابد منها إلى شاعر لا يزال باحثا عن المجد، هل ثمة مثلا ما تقدم من نصائح في مثل هذا المقام؟ الشاعر الذي لا يزال محاولا أن يبحث عن مجده، وحبذا أن تحدثنا أيضا في هذا السؤال وفي الإجابة المقبلة، حبذا لو تحدثنا عن الشاعر عبد الله الإخضير، تفضل. أنا أعتقد أن الشعر يعني مئذنة للأمل، نعم، ومصدر للمعرفة. يعني الجاحظ نفسه استفاد من الشعر في معارفه العامة، أكيد. ونعم، ولذلك على الشاعر أن يكون أن يعيش المرحلة، أن يكون. لكن عمرو بن بحر الجاحظ صنف الشعر في باب الصنعة. نعم، هو وضعه في باب الصنعة، يعني لا يختلف وضعه أو وضعه للشعر في باب الصنعة، نعم، مع الرسالة وهذه الإجابة، أكيد. تفضل. نعم، لك أن نعم، ولذلك نقول بأن يعني الشاعر يعني كما ذكرت من قبل هو أيقونة إبداع، وهو يحمل، وهو كذلك رمز للجيل. أنا أقول، نعم، كذلك هناك نقطة مهمة. تفضل. في مسألة أن يعني الرسائل للشعراء ألا يعني بشكل عام ألا أولاً فضل. أن يقرأ الكثير يعني فاقد الشيء لا يعطيه. أحسن. أن يقرأ الكثير وأن يكون تشكيليا في كل المدارس الشعرية من امرئ، نعم، القيس إلى عصرنا الحالي. أحسن. هذا التشكيل سيجعل منه موردا ثقافيا معرفيا شعريا تتمازج فيه جميع هذه. جميل جدا دكتور. وقبل أن نذهب، نعم، إلى القصيدة، نعم، الختامية، هل تؤمن بفكرة أن الشاعر أو الأديب بشكل عام ينبغي عليه أن يكون طماعاً في التحصيل والمعرفة والحرص على اقتناء مختلف كنوز الأدب؟ هل الطمع هنا حميم باعتقادك؟ حميم، هذا الطمع حميم، لأن الثقافة ثم الثقافة هي التي، ولذلك يعني إذا مر بي يوم ولم أكتسب يداً ولم أستفد علماً فما ذاك من عمري. الله. فما بال هذا الشاعر الذي سيخرج وسيصعد على المنصات وسيلقي هناك المتلقي يريد هذا المحتوى، ماذا ستقدم؟ أحسنت. فإذا كان لديك موروث ثقافي معرفي كبير، وأنا أؤكد أستاذ مصطفى والجمهور الكريم ألا أقف عند نقطة التراث العربي القديم فقط، لا، علي أن أكون موسوعيا حتى في العالم الغربي والعالم الأوروبي، علي أن أقرأ وأن أستفيد وأتعلم وأخذ من جميع الأطراف. أحسنت دكتورنا الحبيب، والله الحديث معك ذو شجون، ولكن كل بداية جميلة لها نهاية أجمل بالتأكيد. الآن إلى مسك الختام شعرا، القصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد، تفضل دكتور لك الكلمة. أنا لدي هذا النص، تفضل، لعلي أختم به وأقول قصيدة بعنوان بين غيب الجسد واتساع العمر. جميل جدا. كناسك لاذ بالحزن الذي وقع وما درى
أن بعض الحزن قد هجع. إيه. بعض التعاويذ غيب في رؤى جسدي، ولم ير الغيب إلا من به اقتنع. أنا الذي كلما أولت أحجيتي يوما سأرسم ظلا للذي رتع. عظيم. يوما سأعصرني خمرا على شفتي كي أسكر الروح كي أروي لها المتعة. أحسست أن زليخة تستثير فمي، لكنني وزليخة نستثار معا. الله. أحسست أن زليخة تستثير فمي، لكنني وزليخة نستثار معا. ما زلت ملقا على أحزان قارعة، والعين تدمع كل الحزن قد دمعا. إيه. ولم أجد في بقايا العمر متسعا، وإن أبانت لي الخمسون متسعا. إن جاءني اليأس لم أكفر بيونسه، فاليأس يهرب ممن صلى أو ركعا. دعني أصلي لعل الله يرحمني، إني رأيت مكاني في الهدى ارتفعا. دام مكانك عاليا ساميا شاهقا دكتور عبد الله الخضير الشاعر السعودي المتألق والمتميز حقا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة دكتور، ماذا تقول في الختام؟ أقول في الختام شكرا لك أخي وصديقي الأستاذ هذا الشاعر واجبنا. الكبير الأستاذ مصطفى، شكرا لك. لجمهوري الكبير الجميل الراقي العريق في العراق، شكرا للجمهور الوطن العربي، شكرا لقناة الرافدين، شكرا لكم أيضاً. على هذه الاستضافة، وبإذن الله نكون معا في لقاءات أخرى. نرجو دكتور في الختام للحياة نرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والجميلة قريبا، ولعلها تكون وجها لوجه. شكرا لك دكتور عبد الله الخضير الشاعر السعودي الجميل. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.